إذا هلا هون لما نرجع نيجي على ال السويتش، السويتش فيه في داخله الجنكشن، بعدين في عنا الكيس، بعدين في عنا هيت سينك إذا كانت موجودة هيت سينك، وبعدين عنا الأمبيانت. فالآن الحرارة لما تبدأ تتولد في الهاي، وإحنا طبعا الكرايتيريا لازم ما تزيد الجنكشن التي جنكشن يكون أقل من تي جنكشن ماكس، وهاي طبعا تي جنكشن ماكس احنا نجيبها من الداتا شيت. فاحنا عمالنا بنقول ما بصير درجة حرارة الجنكشن تزيد عن القيمة المعينة هاي الموجودة، اللي هي مثلا اكزامبل ممكن تكون مثلا 175 سلسيوس أو 150 سلسيوس وهكذا. إذا نحن بدنا نعمل شيء أو بدنا نحقق شيء بحيث إنه ما تزيد درجة الحرارة عن درجة الحرارة هاي الموجودة هون. إذا جينا الآن عملنا موديلينج هون، لو جيت اعتبرت هذه هون هي الجنكشن ريزيستر، في عندي هون ثيرمال ريزيستر، ثيرمال ريزيستر راح يروح عندي هون من هون لل سي هي الكيس، وبعدين في عندي كمان هلا إذا ما عندي هيت سينك راح أروح مباشرة من هون للأمبيانت، راح تروح عندي هون من الكيس للأمبيانت مباشرة، وهذه اللي هي تي سي اي عفوا ار ار سي اي اللي هون هاي ثيرمال ريزيستنس طبعا هون، وهذه هي ار جي سي اللي هي الثيرمال ريزيستنس. طبعا هذه وحدتها راح تكون كلفنز بير وات. ايش اللي بيعمل فلو فيها؟ هو الهيت. وهون عندي انا تي جنكشن وتي كيس وتي اوتلت. خلينا نطلع على هاي، هلا رح نطلع عليها بشكل يشبه فكره الفولتج. فلو انا عندي من هون لو طلعنا على هاي الدائره بشكل مشابه الى حد ما هناك، هلا وجينا اطلعنا احنا على الكتريكال ريزيستر، ولو كان الفولتج هون معروف في 2 نون، شوف انا بعمل عمالي انالوجي. ايش يعني انالوجي؟ تشابه، تماثل او تشابه ما بين هون وهون. في عندي شيء عم بعمل فلو، وبعدين في عندي زي فولتج او فرق في الجهد شيء الاكروس. فالاكروس فاريبل هو الفولتج، اذا حطيت فولتج على ريزيستر ايش بسبب فيه؟ تيار كارنت. واذا حطيت فرق في درجه الحراره عبر ثيرمال ريزيستنس ايش بسبب هيت فلو؟ هيت فلو اللي هو باور. يعني الفلو عندي هون في الحاله هاي هو جولز بير سكند، مضبوط؟ وعندي هون الفلو اللي موجود هون هو كولومز بير سكند، مضبوط؟ فكانه هون في عندي فلو للكولومز اللي هي ايش كولومز بير سكند؟ ايش الوحده؟ امبير. وايش الجولز بير سكند؟ ماشي، الكل شايف التشابه؟ اذا الفلو هناك اللي هو هيت فلو اللي هو جولز بير سكند او واتس. بدك تقعد يا نائب تستعمل هذا هون؟ لا تعال، اذا بدك خذ الكرسي. اذا هون عندي جولز بير سكند هي الفلو اللي بصير عندي، فبصير عندي فلو ان يونتس اوف جولز بير سكند اللي هي واتس، وهذا هو الفلو اللي بصير. او عندي هون بصير فلو لكرنت اللي هو كولومز بير سكند، لكن هذا لما يمر كرنت في ريزيستر ايش بشكل عبره؟ دروب، فولتج دروب، مش هيك؟ او فولتج ديفرنس. اي مقاومه بمر فيها كرنت راح يصير عندي دلتا في عليها، مضبوط؟ وين راح يكون اعلى؟ اذا الفلو تبع الكرنت بوزيتيف بهذا الاتجاه مين راح يكون اعلى؟ هذا الفولتج ولا هذا الفولتج؟ هذا الفولتج راح يكون اعلى، مش هيك؟ اذا هذا في 1 راح يكون اعلى من في 2 بقيمه معينه، مضبوط؟ ونفس الشيء عندي هون، اذا كان عندي هون فلو ثيرمال فلو ان جولز بير سكند او واتس، وهون في عندي تمبرتشر 1 وهون عندي تمبرتشر 2 وهون في عندي ثيرمال ريزيستنس راح احطها سب تي اتش عشان اتاكد انها مش مقاومه، هي مقاومه كهرباء حراريه. اذا كان الفلو بهذا الاتجاه مين لازم تكون درجه الحراره اعلى؟ منطقه
تي 1 هاي اعلى بشكل الجريدنت، فتي 1 لازم تكون اعلى من 2. قديش رح تكون تي 1 اعلى من تي 2؟ مقدار الدفع زي ما كان فولتج في 1 اعلى من في 2، في 1 اعلى من في 2 بمقدار قديش؟ الاي دلتا في، دلتا في شو بتساوي؟ اي في ار الكتريكال. اذا هون نفس الشيء رح تكون تي 1 اعلى من تي 2 او تي 1 ماينس تي 2 بتساوي دلتا تي، لكن دلتا تي مع ايش بدها تتناسب؟ مع الفلو بالادم، مع الفلو في الريزيستنس مضبوط. اذا هذه بتساوي الهيت فلو اللي بدنا نسميه مثلا كيو او دي اتش على دي تي، بتحب تسميه دي اتش على دي تي او كيو، مضروب في او كيو حطه هون مضروب في ثيرمال. زي ما عندي هون دلتا في، عندي في 1 هون اعلى من في 2، وفي 1 ماينس في 2 بتساوي دلتا في، ودلتا في شو بتساوي؟ بتساوي اي، او اللي هو اذا بدك تحطه هو دي تشارج على دي تي مضبوط، وهاي مضروبه في ار الكتريكال، لكن هون ار ثيرمال. ماشي، الكل فاهم هذا الاختلاف؟ اثنين، هذا الثيرمال ريزيستنس طبعا ايش بيعتمد هون؟ راح يعتمد، راح يزيد زي ما كانت هناك المقاومه عندي تقل مع زياده مساحه الكروس سكشن وتزيد مع الطول، نفس الشيء هون، هذا راح يعتمد على طبيعه الماده. يعني هون ار شو بتساوي؟ ار بتساوي رو في ال على اي، مضبوط؟ رو بتعتمد على طبيعه الماده اللي هي ايش سميناها؟ اسمها هاي ريزيستيفيتي. ريزيستيفيتي ال اللي هي الطول، يعني لو عندي انا هون ماده هذه اي وهذه اي هون وهذا هون ال، المقاومه راح تزيد مع ال مضبوط؟ وراح تزيد ولا تنقص مع اي؟ تنقص مع اي، مش هيك؟ اذا زادت اي بصير عندي المقاومه بتقل، وراح تعتمد على المقاومه الريزستيفيتي اللي موجوده هون، مش هيك؟ او الكونتاكتيفيتي اذا بدك تحطها سيجما، ما هي سيجما واحد على رو مضبوط؟ طلع هلا هون نفس الشيء، انا لو عندي هون سلاب او قطعه بدها تعمل، وهذا الدايركشن للهيت فلو، يعني انا هذا مستخدمه زي عازل، المقاومه هاي راح تزيد ولا راح تنقص مع اي؟ المقاومة تنقص، تنقص لأنه صار أسهل إنه تمر كل ما زادت المساحة. إذا إيه راح تكون تحت، راح تزيد ولا راح تنقص مع ال أو دي؟ بتزيد، 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 مش هيك؟ وبعدين في عندي ثيرمال كوندكتيفيتي، الثيرمال كوندكتيفيتي شو الشكل المستخدم؟ أظن كي، أوكي؟ نفس الفكرة تقريبا نفس الفكرة بالضبط، ونفس الشيء هون. إذا أنا بدي كارنت معين يمر، يا بدي أنزل آر أو بدي أزيد الفرق. هلا هون نفس الفكره هون، لو انت قاعد في غرفه دافيه هون والجو برا بارد، مش هيك؟ هي العازل عندي، كيف ممكن احط ازيد العازل؟ شو بعمل بسماكه الماده هاي؟ بزيدها او بغير طبيعه الماده، مش بجيب ماده عازل الكوندكتيفيتي لها اقل، الثيرمال كوندكتيفيتي زي الريزيستنت الكوندكتيفيتي اللي هون الكتريكال كوندكتيفيتي، ممكن اخلي الماده هاي عازله اكثر، او بصغر المساحه، بصغر مساحة الشباك، إذا صغرت مساحة الشباك مش بخسر حرارة أقل؟ مظبوط؟ الشبابيك كل شباك عماله هو مكان لخسارة الحرارة، أوكي ماشي؟